طيب الميكانيزم اللي تأثر بها الهايبرغليسيميا على البدي هي بتكون الادفانسد جلايكيشن اند برودكتس، بما معنى انه هاي الاند برودكتس تكونت بعد وقت طويل من الانكنترولد هايبرغليسيميا حتأثر على الماكروفاجز. هذا يؤدي الى ريليس اوف تيومر نيكروس فاكتور الفا والانترلوكين 1 بيتا. هذول من حيصير بيهم ريليس حيشلون يسوون ديجريديشن، يعني حيصير تحلل بالانسجه مالتنا، بالتالي حنشوف الهايدروليز اكتيفيتي، الماتريكس ميتالوبروتينيز اكتيفيتي والكولاجينيسز، كلها هذه ستؤدي الى ديستركشن اوف كونكتيف تيشو. هذا مثال على شخص عنده دايابيتيز صاير عنده هذا النوع من الديستركشن، لكن لاحظوا احنا اوريدي عندنا بلاكو كالكولس موجودين والديابيتيز او الهايبرغليسيميا الانكنترولد هذه سوتها اسوأ. فاذا كان الشخص مسيطر على الهايبرغليسيميا مالته ما راح تكون الامور توصل هالمرحله هذه بسهوله. زين اللوكيميا. The gingival enlargement has been reported with these patients. Initially, it begins at the interdental papilla. يعني بداية هيجي أمراض ويا اللوكيميا اللي هي أمراض سرطانات الدم، حتشوف إنه interdentally يصير البليدين كلش intense. The enlargement is caused by infiltration of the gingiva by the leukemic cells. السبب اللي يصير عندنا هذا الاحتقان والenlargement اللي يصير بالgingival tissue لأنه leukemic cells قامت تتغلغل وتسوي infiltration بالجنجيفا نفسها. Although local irritants can predispose to exacerbate the gingival response in leukemia, they may not be prerequisite for the lesion to form in the oral cavity. يعني المسبب الأساسي هو مو بس تجمع البلاك بصورة قليلة، ولكن الانفلتريشن اللي صار من قبل اللوكيميك سيلز. طيب السموكينج، طبعا السموكينج احنا اساسا حناخذ ان شاء الله محاضره كامله عنه، لكن هنا نذكر الاساسيات اللي اسوشيتد وذ ات اللي هي الفازو كونستركشن. المسبب الافكت الاساسي اللي يسبب السموكينج هو فازو كونستركشن ان ذا بيريدنتال مايكروفاسكولاتور اند جينجيفال فايبروسيس. So although plaque accumulation and disease progression can be exacerbated in smokers, but smokers have fewer clinical signs and symptoms of gingival inflammation. هذا الكلام شنو معناه؟ لأنه السموكرز يصير عندهم vasoconstriction ما يصير عندهم bleeding on probing بسهولة، فمن تجي تفحص تشوف انه انت ما عندك بليدنج حتعتقد انه الانفليميشن اللي عنده بسيط لانه اي مدى اشوف بليدنج، لكن هذا خاطئ. ليش؟ لانه احنا يصير عندنا ماسكينج للصوره الحقيقيه اللي صايره بالجنجفة. فللاسف ويا السموكر انت لازم تعرف انه ترى هو اكو انفليميشن حتى لو ما صار عندك بليدنج واضح بسبب عمليه الفازو كونستركشن اللي ظاهره، وهذا الشيء مرات يخلي المريض ما يروح للتريتمنت لانه يعتقد انه انا ما بيها شيء لثتي او اسناني، لكن مرات السبب اللي يخليه يجي هو تغير لون اللثه الى لون يكون اكثر على مائل للبيربل بلوش او براون. زين الاورال فاكتورز اللي ذكرنا اهم شيء هي البروميننت سب جنجيفال ريستوريشنز. لاحظوا ما يصير عندك سب جنجيفال ريستوريشن ضغط على المنطقه، شوف نوع الانفكشن او الانفلاميشن اللي صار عندنا والاحتقان والهايبوساليفيشن، لانه احنا كل ما نفقد السلايفه حنفقد وحده من البيسك انيت اميونيتي فاكتورز ذات كان بروتكت اور اورال هيلث. زين انواع الدراجز ذات كان انفلوينس ذا جنجيفال هيلث اور كوز جنجيفال انلارجمنت. The anti-epileptic drugs, مثل الفينتوين and sodium valproate. Certain calcium channel blockers اللي استخدموها الhypertensive patients, مثل النيفيديبين. أو الimmunoregulating drugs, مثل السايكلوسبورينز اللي تعطى للأشخاص اللي نحاول نسيطر على رد الفعل المناعي مالتهم ويا زراعة الأعضاء. And high doses of oral contraceptives. So, it is more often seen in the anterior gingiva, يعني دائما تبدأ بالأماكن الأنتيرير. Higher prevalence in younger patients and basically it appears within 3 months of use. يعني البيشنت مالتك مو ثاني يوم بعد استخدام الدواء يظهر عنده هذا الانلارجمنت، لكن بحدود 3 اشهر من الاستخدام المستمر حتكون واضحه عنده، ولهذا الاستخدامات المستمره للادويه لازم دائما تكون باشراف طبي. طيب هسه حنشوف النون بلاك induced gingival diseases. هنا بهالحالة مو البلاك هو اللي يسبب لك الانفكشن والانفلاميشن، اكو عامل اخر اهمها genetic developmental abnormalities، على سبيل المثال مرض يعرف بالهيريديتري gingival fibromatosis. It is an isolated disease or could be a part of a syndrome and it has a genetic mutation.
هنا اللي يصير عندي انه اني عندي طفرة جينية ده سبب تعرض هذا الشخص يصير عنده جنجيفال فايبروماتوسيس. قد تكون عندي specific infection، على سبيل المثال نوع من انواع البكتيريال infection اللي تعرف بالنكروتايزينج جنجيفايتس، او اذا امتدت اكثر للبون حصي النكروتايزينج بيردنتايتس، او اذا كانت شاملة للأورال كافيتي حصي النكروتايزينج ستوماتايتس. And there are severe inflammatory forms of the disease which are caused by bacterial infection with patients with very high risk factor and very low immune response. خاصة نشوفها ويا البيشنتس اللي عندهم ال HIV، ما عندهم نظام مناعة شغال بصورة طبيعية، فيصير عندهم هيجي severe infections بالأورال كافيتي. التشيبونيما سبيشيز والسيلينوماس سبيشيز والفيوزوبكتيريوم سبيشيز والبيروتيلا انترميديا were found to be associated with these types of specific and severe infections. طيب الفيرال انفكشنز اشهرها هي الهربتيك جينجيفوستوماتايتس اللي جدا شائعه وموجوده، اضافه الى الكوكساكي فيروس عفوا، اللي هنا دا تلاحظ انت ويا الفيرال infections تكون عندك papules، يكون عندك احتمال involvement of even the skin، ممكن يكون عندك feverish patient، فتحتاج تاخذ history كامل حتى توصل للdiagnosis الصحيح. الفارسيلا زوستر فيروس، الهيومن بابيلوما فيروس اللي يعرف بال HPV، طبعا ممكن يكون عندك فوكال ابيثيليال هايبربليجيا وياه، او الفيريكو فولغاريس اللي تظهر عندك بالجنجيفال تشوز مثل ما واضح بالصوره هنا تشوفوها جدا متغلغله بالبليتال اسبكت. الفنجال انفكشنز ممكن تكون ضمن نطاق الاورال كانديديوسيس. الفنجال انفكشنز تشوف بيها اكو مناطق وايتش وتحتها اكو مناطق ريدش، او حتى يصير عندك بعدها لاينير جنجيفال اريثيما. طيب الانفلاماتوري اند ذا ايميون كونديشنز اند ليجنز، هنا يصير عندي تحسس من ماده او شيء معين، ممكن يكون عندك كونتاكت الرجي، على سبيل المثال بعض الاشخاص عندهم تحسس من الامالغام، حساسين الامالغام. So this reaction may be due to dental restorative materials, dentifrice, mouthwash or even food. وتعتبر type 4 hypersensitivity بالمناعة وما يعرف هو بالcontact allergy. أو عندنا نوع معين من inflammatory conditions اسمه plasma cell gingivitis, which is very uncommon inflammatory condition affecting primarily the anterior maxillary gingiva. It is of uncertain etiology. لحد الآن ما نعرف الإيتيولوجي المناسب لهذا النوع من الـ inflammatory response. والإريثيما multiforme. It is an uncommon self-limiting. يعني ما حي فيك تتدخل بأدوية. Acute immuno-inflammatory disorder of the oral mucosa. The etiology is still unclear in most cases or patients. But it could be immunologic hypersensitivity, especially mediated by the T lymphocytes. هنا أنت عندك مرض تدخل به المناعة mediated by T lymphocytes يكون self limiting لكن very painful. ال autoimmune diseases of the skin and the mucous membrane، لاحظ هنا هاي الأنواع من الديزيز احنا نقول تأثر على السكن والميوكس ممبرين، فكلش عالي تحتاج استشارة من طبيب بهيجي حالات إذا أنت ما تقدر توصل للدياغنوزيس. بنفيغس فولغاريس على سبيل المثال تكون صورة المريض بهالحالة هذه white patches with red patches. It is an autoimmune vesicular bullous disease of the skin and the mucous membrane. طبعا جدا مهم بهالحالات هاي يكون الهيستوري والفحص شامل لكل المريض. The intraepithelial bullae in the skin and the mucous membrane are due to the autoantibodies directed against the desmosome-associated protein antigen. ليش دي يصير عندنا هذا الديسوشيشن؟ ليش يصير عندنا هذا النوع من الالتهاب الحاد؟ لأنه دي يصير عندنا الانتيبوديز مالتنا دي تهاجم الجسم نفسه، دي تهاجم الديسموزومز اللي هي الروابط بين السيلز، فبالتالي دي يصير عندك هاي الباتشز والالتهاب الحاد. البنفيغويد هو group of mucocutaneous disorders caused by أيضا autoantibodies toward the antigen of the basement membrane. هنا شريحة كاملة البيسمنت membrane ده تهاجمة resulting in detachment of the epithelium from the connective tissue، يعني تنفصل الابيثيليوم عن connective tissue so it is very painful.
The separation of the epithelium from the connective tissue at the basement area is the main diagnostic feature of the pemphigoid, mucous membrane pemphigoid. هاي تجينا عن الMMP. اللكن بلانس, the lesions are usually bilateral. طبعا لاحظوا هاي تشخيصها مو بسهولة يجي, وعادة يكون تخصص طب الفم involved بهذا الدياغنوزز, لأنه مو typical الصورة, ممكن يكون overlapping ونحتاج بها تشخيص جلدية. The lesion usually bilateral, involve the gingiva and present as desquamative gingivitis, causing pain and discomfort أكيد, especially during eating and toothbrushing. The clinical diagnosis is based on the presence of a papular or reticular type lesion. هنا حيكون على شكل الليجن اللي ظاهر عندنا, هل هو بابيولز او هو ريتيكولا, يعني مثل الشبكه مال العنكبوت تظهر, هاي مثل الشبكه مال العنكبوت ابيض ومنتشره بالتشيك, او لا بابيولز يعني حبيبات بس. زين, اللوبس اريثروماتوس اللي هو داء الثعلبه, the typical lesion presents as a central atrophic area with small white dots surrounded by irradiating fine white stria, اللي هو هاي الصورة المميزة مالته. يصير عندك central lesion, عندك وياه irradiating white stria. نرجع ونقول أهم شيء إنه واحد يسوي consultation كاملة حتى يقدر يوصل للdiagnosis الصحيح مال هذه الأمراض. عندنا granulomatous inflammatory conditions, يعني orofacial granulomatosis. In this case, there is persistent enlargement of the soft tissues in the oral cavity and the facial region. يعني المريض ده يشكو يصير عنده enlargement. زين, ومن تحاول تدور على السبب مدى يظهر عندك مثلا dental infection, dental abscess, ماكو فد شي واضح. So it can occur concomitant with various systemic conditions, على سبيل المثال tuberculosis, Crohn's disease أو sarcoidosis. أيضا هذا الشيء هو جزء من مرض أشمل, فلازم يكون عندك systemic history و clinical examination كامل. زين, reactive processes يعني التفاعلية, they say due to the presence of certain object. Epulidus, epulus هو term applied to exophytic, يعني شنو؟ يعني هاي اللي مثل الحباية تطلع ما إلها كأنه هي خارجة عن النسيج مال اللثة, يعني كشيء abnormal, يعني بين هاي مو لثة عادية ومورمة, لا. Originating from the gingiva, the term is non-specific and histopathology is the basis to do more specific diagnosis. لأنه متشابهات هذولا أنا ما أقدر أسوي diagnosis مالتي إلا بعد ما أخذ النتيجة مال histopathology. Several of these processes are reactive, تعتبر exaggerated tissue response to limited local irritation or trauma. Therefore, they can be classified according to their histology. أما fibrous epulus إذا كانت كلها fiber, أو calcifying fibroblastic granuloma, أو pyogenic granuloma إذا كانت كلها vascular, أو peripheral giant cell granuloma. زين, النيوبلازمز اللي هي يعني الجروث اللي يصير عادة non malignant, في بعض الأحيان عندنا في شيء اسمه pre malignant, يعني احتمال يتحول إلى malignant, فلازم نكون جدا مراقبين للحالة هذه. Any white or red lesion which cannot be diagnosed to any other disease is considered as, إذا كان white أسميه leukoplakia, وإذا كان red أسميه erythroplakia. زين, المالignant شلون حتكون؟ طبعا لاحظوا تكون more severe, تكون شكلها كلش undefined. ممكن يكون عندك squamous cell carcinoma, أو ممكن تكون لوكيميا مانيفستيشن, أو ممكن يكون عندنا لينفوما. طبعا في الحالة هذه أكيد السيستميك إكزامينيشن واللابراتوري ورك يكون مانديتوري. زين, الإندوكراين, النيوتريشنال والميتابوليك ديزيزز, على سبيل المثال شنو الأمراض اللي تدخل ضمن النيوتريشن؟ ممكن شخص يكون عنده فيتامين سي ديفيشينسي, وهو المرض اللي يعرف باسم سكيرفي, اللي يجيك بهالطريقة هذه. المال نيوتريشن يعني سوء التغذية, مو شرط انه واحد ما يأكل نهائيا, لكن قد تكون نوعية الغذاء اللي ياخذه هي مو كافية حتى تحافظ على البروبر هيلث. زين, التروماتيك ليجنز, تروماتيك يعني ممكن المريض جايك مو شرط انه عنده فيرال انفكشن, او شرط انه عنده اوتو اميون ديزيز, ممكن صاير عنده انه اكل فشي سبب له تراما, ممكن يكون حار هذا الشيء, ممكن يكون كيميكال يعني فتشي يحرق كدواء أو كردة فعل حساسية من مادة معينة. فنشوف مثلا الفيزيكال
والميكانيكال انجري فشي فيزيكلي جرحها، ممكن مستخدم في الأداة حادة جرحتها، أو كيميكال توكسيك انسلت مادة كيميائية سببت له الليجن، أو ثيرمال يعني أكل فتشي حار وسبب له نوع من البرنينج. زين نشوف الجنجيفال بيجمنتيشن. مرات أنا اللون اللي دا أشوفه مو شرط يكون ورم ولا شرط يكون ديزيز، ممكن يكون مجرد بيجمنت يعني صبغة. ممكن يكون عندك الجنجيفال بيجمنتيشن ميلانوبليكيا وهاي حالة بناين ما تخوف. ممكن عندك السموكر ميلانوسيس، السموكر أساسا لون اللثة مالته يبدأ يتغير إلى ألوان داركر. أو أن الدروغ إنديوس بيجمنتيشن، بعض أنواع الأدوية ممكن من ناخذها وحدة من السايد إفكتس مالته أنه تنطينا تلون بيجمنتيشن يكون باللثة. أو الأمالغام تاتو، الأمالغام إذا سامع عنده أكسس وبقى incorporated into the gingiva يعرف بالأمالغام تاتو. طبعا نشكركم، إن شاء الله تكونوا استفاديتوا من الشرح وتقدرون تقرؤون المحاضرة وتأخذون كل المعلومات من المحاضرة المطلوبة من عندكم وتأخذون المعلومات اللي تساعدكم على الفهم من خلال شرح الفيديو. عندنا موضوع مهم بالنهاية نرفقه بهاي المحاضرة اللي هو الـ Basic Periodontal Examination. الـ Basic Periodontal Examination ممكن تجيكم عليه أنه كل سكور وش يعني؟ السكورز هو شنو يعني Basic Periodontal Examination؟ عبارة عن سكورات معينة، أرقام معينة، كل رقم من تكتبه يعني المريض بحالة معينة. فنشوف أنه الرقم 0 إذا كتبته معناته أنه أنت عندك أهم شيء حالة healthy والبوكتس مالتك أقل من 3.5 مليم باستخدام البروب اللي يعرف بالـ WHO probe. So من نقول 0 يعني No calculus, No overhang, No bleeding on probing، والبلاك باند يعني هاي البلاك باند هذا الخط الأسود entirely visible يعني كله دا أشوفه ما دخل باللثة. إذن بحالة الزيرو أنت ما عندك أي شيء، ما عندك أي خلل، ما عندك calculus، ما عندك overhang restoration، ما عندي bleeding، اللاين كله دا أشوفه واضح قدامي، ما عندي مشاكل. زين الواحد همينة بعدك ما عندك pocket، لكن شنو اللي موجود؟ بس bleeding بالواحد، بس bleeding. ف no calculus no overhang لكن اكو bleeding on probing، وبعدها البلاك باند entirely visible بعد دا اشوفها يعني ما تخترق التشو، معناتها ما عندي اني بوكيت اكثر من 3.5 ملي. اذا هسه الفرق بين الواحد والزيرو هو بس البليدنج. دائما تذكروا الزيرو كل شيء ما عنده perfect، كل شيء ما عنده مشاكل، الواحد بس عنده bleeding. الاثنين ايش عنده؟ عنده سوبرا او سب جنجيفال كالكولس او overhang. هنا ايش صار عندك؟ صار عندك اضافه على الواحد، قلنا الواحد ما عنده بس bleeding، الاثنين ده يظهر عنده bleeding ويا كالكولس، لكن بعدني انا البوكيت شقد اقل من 3.5. زين اذا هسه انت عندك السكور 0 1 و 2 ما بيهم بوكيتات، نجي على سكور 3 لا صار عندك بوكيت، فالبروبينج بوكيت ديبث من 3.5 الى 5.5 باعوا، هاي البلاك باند بدأت تفوت، فمن بدأت تدخل معناتها أنا عندي بوكيت. So البلاك باند partially visible indicating انه أنا عندي بوكيت 4 الى 5 ملي. فاذا بس يقول لك باي وحدة من الاسئلة ترى البلاك باند صارت partially visible شوية اختفت، دا اقرأ probing pocket depth 4 مليم، رأسا تفكر بالسكورات من 3 وشايل ايدك، اذا جو الثلاثة لازم البلاك باند كلها تشوفها وما عندك بوكيت. زين سكور 4 عبرنا اكثر صارت البلاك باند disappears indicating a pocket of 6 مليم or more، هنا قلت بالثلاثة partially، لاحظوا partially visible partially يعني أشوف جزء من البلاك باند، بالأربعة لا البلاك باند يعني هذا الخط الأسود كله disappears كله اختفى، معناتها أنا العمق مال البوكيت مالتي صار 6 ملي. زين ومن نحط هاي النجمة معناها عندك forcation involvement مثل ما تشوفوا هنا، يعني الفوركيشن كله صار exposed أقدر أدخل به، هذا أسميه basic periodontal examination، هذا كلش مهم ويجيكم. زين كل واحدة شلون أعالجها؟ لاحظوا هنا هاي اللي قلنا سكور 0 هذا كل شيء ما عنده، لا عنده bleeding on probing ولا عنده pocket ولا عنده plaque ولا عنده calculus، كل شيء ما عنده سكور 0 no need for treatment، ما يحتاج treatment. زين
شوفوا سكور واحد، سكور واحد بس عنده صار بليدنج اون بروبينج، طلعت نقاط بلط صغيره من سويت له بروبينج، هذا شو اسوي له؟ انطي اورال هايجين انستراكشنز، يعني شنو؟ يعني علمه مثلا يستخدم خيط اسنان افضل بين اسنانه ينظف، علمه يفرج بطريقه اقوى واحلى واحسن مناسبه له، وخلص ما اتدخل. السكور 2 هناش عندي صار شويه بلاك وكالكولاس، فلازم اني اسوي الكود مالتي والعلاج مالتي ريموفال اوف بلاك واني ريتين تو فاكتور. مرات ممكن انت عندك اوفر هانج ريستوريشن دي يجمعك البلاك والكالكولاس، كلها اشيلها واشيل السوبرا والسب جنجيفال كالكولاس. اذا بسكور 2 ده سوي تريتمنت، بسكور 0 نو نيد فور تريتمنت، سكور 1 بس اورال هايجين، سكور 2 حنطيه من اقول لك as for score as for code 1، يعني مثل ما قلنا بكود 1 اسوي all hygiene instruction اضافه الى removal of plaque وcalculus. زين score 3 يقول لك as for code 2 and scaling والpolishing، يعني ممكن انت تسوي له الاورال هايجين انستراكشن وتسوي له ريموفال اوف بلاك وكالكولاس، اضافه الى هذا اذا حتى تحتاج انه تتدخل سب جنجيفالي كله ترفعه. طيب السكور 4 ايضا حتسوي اول هايجين انستراكشن و سكيلينج وبولشينج يعني ريموفال اوف بلاك اند كالكولاس اند اسس ذا نيد فور مور كومبلكس تريتمنت. بالسكور 4 لاحظ انه انا ادخل بديب بوكيتس، معناتها انه احتمال احتاج مور كومبلكس تريتمنت، ممكن اسوي له ريفيرال. زين وهاي النجمه باعوا قلنا من ندخل بس بالفوركيشن انفولفمنت نسوي النجمه. سو أسوي كل اللي سبق and assess the need for complex treatment وأسوي هم من referral to the specialist، يعني تسوي إحالة للأخصائي مال أمراض اللثة. هذا هو جدا مهم، هاي السلايدات الاثنين حتجيكم هواي أسئلة عليها بالامتحانات التقويمية، انتبهوا لها وحاولوا هاي الحالة تتمرنون عليها تشوفون شنو الدياغنوزز مالتكم. انتبهوا أهم شيء تباوعون هل عندك calculus و plaque، هل عندك bleeding on probing، وإذا سويت examination لازم تعرف بالسؤال هل أكو اختراق كامل للبوكيت، هل أني البلاك باند يصير partially visible or completely disappears. And thank you very much for your attention.